صباح الخير والحب والأمل والتفاؤل، وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من بنصبح عليك. تحديات كتيرة بتمر بها الدولة المصرية، سواء على المستوى المحلي أو المستوى القاري أو على المستوى العالمي. خلينا نقول إن جملة التحديات دي بتصيغ كل الإجابات أو الخطط الطموحة اللي بتنشدها الدولة المصرية وكيفية تحقيقها وآليات تحقيقها وظروف تحقيقها. خلينا نتكلم عن إن الفقرة الحوارية الأساسية الأولى معانا النهاردة في الحلقة هتتكلم عن مشروع الحلم العربي لخط الغاز اللي كان هيربط ما بين مصر ويصدر إلى أوروبا، هيعدي على الأردن وسوريا ولبنان. خلينا نتكلم عن مبادرة الرئيس السيسي لإحياء خط الغاز اللي توقف منذ سنوات عديدة، مرة تانية يعود للعمل طبعا لإحياء وإعمار الدول العربية وتصديره إلى الخارج والأسواق الأوروبية. مشروع من المشروعات العملاقة، بدأ سنة 2000، ولكن هنتكلم أكتر النهاردة بتفاصيل وأرقام وإعادة الإحياء مرة تانية هيتم إزاي من خلال آليات معينة أو محددات معينة هتقوم بها الدولة المصرية في الفترة القادمة. فقرتنا التانية النهاردة هتكون عن الشائعات كظاهرة من الظواهر الموجودة داخل المجتمعات المختلفة، سواء كانت متأخرة أو نامية أو كانت من المجتمعات المتقدمة. خلينا نقول إن الشائعات دي بتؤثر على مجريات الأمور وبتثبط من العزائم. خلينا نقول إن كيفية وتأثيرها وأمورها وكيفية علاجها وتلافي هذه المشكلات هنتكلم عليها في فقرتنا الحوارية الأساسية الثانية النهاردة في حلقة اليوم من بنصبح عليك. ده كان استعراض سريع لفقرات حلقة اليوم من بنصبح عليك. خلينا نخرج لفاصل قصير، تقرير رياضي كده نرجع للنشاط والحيوية، خليكم معنا. وعليكم ازيكم يا شباب، معاكم كابتن محمد صبري من برنامج بنصبح عليك، ومعاكم كابتن احمد طايجر من نفس البرنامج بنصبح عليك. تمام، وهنتكلم يا شباب النهارده عن المنتجات اللي انا ممكن اخدها في وسط التمرين لو انا مش عايز افقد عضل ومش عايز اللي انا افقد طاقتي في التمرين، وعايز اللي انا اكمل تمرينتي بمستوى كويس وبطاقه كويسه ومن غير من اللي انا افقد مصل في التمرين. البي سي دبليو اي طبعا يا جماعه ده بيتاخد اثناء التدريب، ده افضل وقت ليه، بيتاخد دورينج ورك اوت. البي سي دبليو اي بيتكون من ثلاث احماض امينيه اساسيه اللي هو الليوسين الايزوليوسين الفاليوم، دوت بيعمل ريكفري انتي كاتابوليك بلس ان هو بيظبط مستويات السكر في الدم. ده لازم ناخده اثناء التدريب عشان ده بيمنع التعب او الشعور بالتعب. تمام، يعني انا دلوقتي في التمرين اتمرنت تمرينه جامده وحمل جامد قوي وحاسس ان انا فقدت طاقه جامده قوي وحاسس ان انا تعبان وهزلان في التمرين، يبقى البي سي دبل ايه هيعوض معايا وفي نفس الوقت مش هيعلي معايا الانسولين، فمش هيوقف هرمون الجي اتش في البناء، ففي نفس الوقت هيأهلني للي انا اقدر احافظ على الكتله العضليه، وهيأهل الجي اتش اللي هو الجروس هرمون اللي هو هرمون البناء، وهيحافظ عليه اللي هو يفضل شغال. وهنتكلم النهارده شباب عن تمرين مندمج في كذا تمرينه ممكن اخدها في الصباح وممكن اخدها في الجيم ككارديو وممكن اخدها في اكتر من مكان، انا لو كبير في السن لو صغير في السن. وهنبتدي لو كبير في السن اللي انا باخدها بالراحه ببطء برتم قليل وبعد كده ببدا اعلى ليفل. اول شيء لازم دايما يبقى ظهري مستقيم وانا نازل وامسك الوزن، تمام، هعمل شولدر، هعمل مرجحه الاماميه للكتف الامامي واقوم ستريت وانزل تاني. الجزء ده شغال معايا العضله القطنيه مع الكتف الامامي بلس ان شغال معايا عضله الرجلين الاماميه، ده مفيد جدا لجسمك كله لان هو بيشغل جسمك واعضاء جسمك كلها. لازم ننظم نفسنا برضو في ايوه لازم النفس اهم حاجه. تمام، اهم حاجه في التمرين ده يا جماعه ان انا احافظ على مستوى ظهري يبقى مستقيم. التمرين الثاني يلا هنتمرن تمرين جامبر جاك. طبعا التمارين دي بتساعد معايا الفقد من الدهون والميه الزايده في جسمنا كده. الحمد لله كده خلصنا. كان معاكم احمد طايجر، كابتن محمد صبري من برنامج بنصبح عليك، والنهارده يا شباب بنكون اتكلمنا عن فوائد البي سي دبل ايه والوقت اللي انا باخده فيه طبعا في نص التمرين او على مدار التمرينه بتاعتي والتمارين اللي احنا اتكلمنا عليها. وزي ما كابتن احمد شرح تمرين البلاك جاك والبيربي تمام، والثلاث تمرينات ممكن ادمجهم في بعض هيساعدوا معايا في معدل الحرق، ممكن اعملهم الصبح
وممكن اعملهم قبل تمرين الجيم عشان اعمل زي بري ورك اوت للتمرين واوصل للمخ اشعارات اللي انا هبدا اللي انا اتمرن. وكان معاكم النهارده يا شباب كابتن محمد صبري من برنامج بنصبح عليك، ورب تكونوا استفدتوا وصباح الخير عليكم. صباح الفل. بجد التحيه لحضراتكم مره تانية في استوديو بنصبح عليك. خلينا نقول ان الرياضه جزء كبير جدا، لازم ياخد جزء كبير جدا من حياتنا، ولازم نبدا يومنا بنشاط وحيويه ونبدا بممارسه النشاط الرياضي. وخلينا دلوقتي نروح لفقره الاخبار اللي موجوده معانا النهارده. اول خبر معانا من اليوم السابع، الرئيس السيسي يوجه بتحقيق الاستفاده المثلى من كل الموارد المائيه المتاحه بالاستمرار في كل الجهود اللي من شانها تحقيق الاستفاده المثلى من كل الموارد المائيه المتاحه بالجمهوريه وبالتكامل مع جهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترعة. الرئيس السيسي يتابع بحث استغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول بالزراعة، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول بحث الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول في تنمية الزراعات المطرية وكذلك المشروع القومي لإنتاج البذور، وده مشروع من المشروعات القومية الكبيرة، إنتاج البذور الجيدة الصالحة اللي بتتكيف مع الأوضاع الجديدة والتحديات الجديدة. طبعا ده من الأمن الغذائي إن احنا نوفر الغذاء. خلينا نقول إن إنتاج بذور ومحاصيل تنتج كميات أكبر، ده الهدف الرئيسي من إنتاج البذور الجديدة. الخبر الثالث، رئيس السيسي يوجه باستمرار جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق على مستوى الجمهورية ويتابع الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، واحدة من المشروعات الكبرى اللي بتطمح الدولة المصرية أن تحققها على المستوى البعيد، إنشاء طرق أكثر وإنشاء أسواق أكثر وإنشاء مدن صناعية مختلفة أو متعددة المهام على مختلف المحاور المختلفة، وإنشاء شبكة طرق تربط ما بين هذه المدن وبعضها. ده طبعا لعملية التنمية، طموح كبير بتمر به الدولة المصرية واعتقد انه ستحقق، لان احنا شفنا المدة اللي تم فيها رفع كفاءة الطرق وانشاء طرق جديدة في الفترات الماضية، وان شاء الله اللي جاي احسن والخير يكون اكبر باذن الله. من جريدة الأهرام، رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات ملفات عمل الوزارة وأبرزها التحول الرقمي، حيث التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس بالدكتور عمرو طلعت وزير اتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات اللي بتعمل عليها الوزارة. وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الوزارة التكنولوجيا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقوم بتنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات في إطار ثلاثة محاور، وهي التحول الرقمي وبناء الإنسان وتعظيم قدرات الدولة. عايزين نقول ان ده ملف من الملفات اللي اتكلم عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع خطاباته، فكره التحول الرقمي للدوله المصريه في كل شيء. التحول الرقمي هيوصلنا لسهوله الحصول على اي شيء، وهيذلل عقبات كثيره جدا بتواجه كل المحاور الرئيسيه، سواء بنتكلم على الادخار، سواء بنتكلم على الاستثمار، سواء بنتكلم على التنميه والمشروعات الجديده. فكره التحول الرقمي هيساعد كتير، حتى في العمليه التعليميه شفنا ازمه كورونا وفكره التحول الرقمي ساعدت كتير في ان احنا ما يحصلش عندنا دروب في العمليه التعليميه. مستشاره بالصحه العالميه، لاول مره انخفاض اصابات كورونا عالميا خلال اسبوع. خلينا نقول ان برضو يعني خلينا نقول احنا هنتعايش في الفترة الحالية مع كورونا، وهيظل هذا الامر في تعايش في الفترات القادمة، ولكن خلينا نقول ان دايما بنؤكد على الاجراءات الاحترازية، فكرة ان انا اكون واحد من الناس اللي عندها وعي وانشر الوعي ده من خلال اتباع الاجراءات الاحترازية. الازدحام مش مطلوب، لبس الكمامة في الاماكن المزدحمة والاماكن العامة، التعقيم الدوري، كل دي امور بنناشد وبننبه عليها في كل حلقة من حلقاتنا. المجتمعات العمرانية بتفوز بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومدبولي يهنئ وزير الإسكان بفوز هيئة المجتمعات العمرانية بجائزة الأمم المتحدة. التعليم، تطبيق المناهج الجديدة ب 400 مدرسة للتعليم الفني الشهر المقبل. الخارجية السودانية نولي أهمية خاصة للعلاقات مع دول الجوار وفي مقدمتها مصر. من أخبار مصر، جهاز حماية المستهلك نسبة التخفيضات بمعرض أهلا مدارس لن تقل عن 25%. المعرض ده مهم جدا بالنسبة طبعا
لدخول المدارس الفترة اللي جاية، خلاص 9/10 بداية دخول المدارس. أعتقد المعرض ده بيهم فئة كبيرة جدا من المجتمع المصري، وفكرة أنه ينزل مش هيقل عن 25% ده رقم كويس جدا في الفترة اللي جاية. محافظة الجيزة غلق نفق الزعفرانة كليا بدءا من أمس ولمدة شهرين لتطويره. القوى العاملة تعد دراسة شاملة حول وظائف المستقبل خلال 20 سنة مقبلة. وكالة الفضاء ننفذ برمجات القمر الصناعي نيكست سات 1 القمر المصري وإطلاقه العام المقبل. من الأخبار بقى أخبار الطقس، والشيء المهم دايما الناس بتدور على أخبار الطقس، في طقس حار رطب على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 33 درجة، وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، مطروح العظمى 29 والصغرى 22، وأسوان العظمى 36 والصغرى 25. دي كان استعراض لدرجات الحرارة لهذا اليوم، وكده خلصت فقرة الأخبار اللي معانا النهاردة. فاصل قصير، بعد الفاصل نستقبل فقرتنا الأولى، خليكم معنا. مجدد التحية لحضراتكم مرة تانية في استوديو بنصبح عليك، ووصلنا لفقرتنا الحوارية الأولى واللي هتكلم عن مشروع من المشروعات العربية القومية. هنقول إحياء خط الغاز العربي، ولا أكلم معايا فيه الأستاذ الدكتور سامح نعمان أستاذ الطاقة الجديدة والمتجددة. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نتكلم عن حلم وطموح. بدأت الفكرة من 99 وبدأ تنفيذها 2000 سنة 2000. خط الغاز العربي اللي كان هيتم على 4 مراحل من دول المشرق العربي وتصديرا إلى أوروبا. الأول عايزين نعرف المعلومات الخاصة بهذا الخط كمشروع من المشروعات القومية الكبيرة. هو المشروع يعتبر مشروع أول مشروع على مستوى العالم يمر من خلال 3 قارات. أفريقيا، مصر، وبعدين بيدخل أسيا. على آسيا على الأردن، سوريا ولبنان، وبعد كده بيدخل على تركيا، على أوروبا. على الخط بتاع أوروبا. الفكرة زي ما حضرتك قلت بدأت 99، التصدي عليها بدأ في 2000، التنفيذ بدأ 2001. مصر أول مجموعة نفذت في سنة 2003، والخط بتاع مصر كان طالع من العريش لحد العقبة بطول 248 كيلو، وبعدين بننزل في خليج العقبة، ننزل عمقه 850 متر لتحت، وبخط غاز بخط أنابيب طوله حوالي 17 كيلو، بيوصل لحد العقبة الأردن. الإجمالي بتاعه 265 كيلو. ده تم تنفيذه في 2003 في 27/7/2003، والرئيس السابق حسني مبارك والملك عبد الله افتتحوه في 3/8/2003. ده الخط الاولاني. طبعا الخط اساسا دي المرحله الاولى. المشروع كله 1200 كيلو بالظبط. البايبس بتاعتها او الساعه بتاعتها 36 بوصه. وبالخط بيتحمل 1.3 مليار متر مكعب سنويا. عشان الناس تبقى عارفه سنويا. وطبعا احنا لما بنتكلم عن غاز، لما هنتكلم دلوقتي هنتكلم عن غاز، مره هنتكلم بالقدم وهنقول بالمتر المكعب وهنقول بالوحده الحراريه وهنربط العلاقه بينهم. فلما وصل الاردن 2003، المرحله بتاعت الاردن كانت 395 كيلو، وصلت لحد منطقه الرحاب. منطقه الرحاب تبدا تبعد عن الحدود السوريه حوالي 25 كيلو. تم التنفيذ او الانتهاء من المرحله الثانيه في 2005. يبقى وصل الغاز من مصر لحد الاردن شمال والعاصمه رحاب الاردن. وصلت الغاز لمحطات الكهرباء اللي في شمال الاردن وفي قلب العاصمه. يبقى كده الغاز وصل من مصر للاردن لمحطات الكهرباء في 2005. احنا كنا بنضخ للاردن 250 مليون قدم مكعب، حوالي 9 من 10 مليون، هو 9 من 10 مليون متر مكعب يوميا للأردن. بعدين يبقى كده الطاقة اللي كانت بتاخد بالبي تي يو أو اللي هو الساعة الطاقة الحرارية كانت بتاخدها ب$2.5 للمليون بي تي يو، وبعد كده رفعت ل$5. ولكن المرحلة الثالثة اللي بدأت في سوريا ودي خلصت في 2008، بدأت من الرحاب وصلت لحد الريان، حمص في الريان قبل حمص، وبعد كده من حمص، لأن الريان دي محطة ضخ وحساب.
وبعد كده بعتت لبنياس ومن بنياس لطرابلس. كان ده كده لو دخلنا غرب يبقى ندخل على بنياس وبتبعت لطرابلس. طرابلس المسافه حوالي 63 كيلو. بعد كده بدات من المفروض كانت تطلع من حمص تطلع على تركيا في منطقه اسمها كليس. منطقه كليس تطلع على المحطه الرئيسيه بتاعه بانكوك ديت اللي موجوده مع رومانيا، وكده كان هيتصدر الغاز من مصر يطلع لحد رومانيا. الخط ده مش معمول لمصر فقط، ده كان هيصدر الغاز اللي طالع من مصر وطالع من العراق، بس خط العراق اللي هو كرابط من حمص لحد العراق علشان ياخد منه الغاز ده ما كملش بسبب المشاكل اللي كانت موجوده من 2003 في العراق. وكان الخط ده برضو لو كان الخط بتاع العراق جهز كان هيضاف عليه الغاز بتاع السعوديه. فاذا عشان كده اسمه الخط العربي، خط الغاز العربي. الخط ده كان هيضم الغاز اللي طالع من مصر من العراق وكان هيضاف عليه. عشان كده قلت مشروع قومي عربي في البدايه. هو كان في النهايه الهدف والغايه من تصديره هو فكره ان هو مشروع قومي عربي يضخ الغاز من الدول العربيه للعربيه لاوروبا. يعني تمام. هو ده كان الهدف الاساسي والرئيسي. وبعدين ده مشروع كبير جدا واستغلال مورد من الموارد الاساسيه اللي موجوده. هو الغاز عنصر حاليا الغاز، لان عشان بدا يتم اساله الغاز فاساله الغاز سهله انك انت تنقلها زي البترول. صحيح. ولما بنيجي نحاسب في الغاز حصل فيه مشاكل من بدايه اخر برضه التسعينات وفي الالفينات حصلت مشاكل كتير بسبب تسعير الغاز. تسعير الغاز عشان استغلاله اكبر. يعني دلوقتي خلينا نقول من بعد يعني من اواخر من بدايه التسعينات وبدا يستخدم الغاز في انتاج الطاقه والى اخره. بس حصل مشاكل عالميه خلت دلوقتي كل المستخدمين الغاز او اللي بيصدروا الغاز او اللي بيستوردوا الغاز يتجهوا لحساب واحد. صحيح. ليه؟ لان عندنا في امريكا مجموعه هنري هوب ديت مجموعه امريكيه، وكانت امريكا كمستقله هي والمكسيك والمنطقه دي لها حساب خاص بحسابات الغاز. فكانت هي يعني اي مشاكل تحصل في المنطقه دي الغاز يرفع، الغاز يبقى متوفر سعر الغاز ينزل. كانت بتعتمد على المصدر الخارجي لها من غينيا الاستوائيه. غينيا الاستوائيه كانت بتصدر الغاز لامريكا لمنطقه امريكا. كان جينا لما في 2004 المتر البي تي يو، احنا بنتكلم البي تي يو هنقول البي ايه هي البي تي يو عشان برضه البي تي يو دي كلمه اصلا هو بيتم تسعيره على البي تي يو صح؟ كلمه البي تي يو ديت بي تي على مليون بي تي يو. البي تي يو دي كلمه انجليزيه اللي هي وحده الحراريه البريطانيه. ولما يعرف يعني ايه وحده حراريه بريطانيه، ما دام بتكلم في بريطانيا يبقى بتكلم بالوحدات بتاعت بريطانيا. وحدات بريطانيا ما بتستخدمش الكيلو، بتستخدم الرطل. ما بتستخدمش السنتيجريد، بتستخدم الفهرنهايت. فعشان كده اما اقول بي تي يو هقول البي تي يو هي كميه الطاقه اللازمه لرفع درجه الحراره لرطل ميه درجه واحده فهرنهايت. يبقى دي بي تي يو. احنا الوحدات الحراريه اللي بنتعامل بيها بنتعامل بمليون بي تي يو. تمام؟ فكانت غينيا الاستوائيه هي اللي بتصدر لامريكا وبتصدر لامريكا مباشره. فلما جه البترول سعر الغاز رفع في 10 بترول في 2004 وصل ل 2006 في 12 دولار للمليون بي تي يو. بدات غينيا الاستوائيه تقول انا اشوف بقى حد ياخد من عندي الغاز المسال وهو اللي يبقى مسؤول عنه يوديه لمين؟ يوديه لامريكا. جت مجموعه البي جي المجموعه البريطانيه هي اللي اتعاقدت مع غينيا الاستوائيه. تمام. على اساس انها تاخد هذا الكلام وتبيعه. حصل معاها مشكله كبيره لانها كانت بتبيع ب 90% من السعر اللي بيتباع فين؟ في امريكا. جاء في 2000 بعد وصلت ل 2013 السعر نزل لاقل ل 4 دولار. طيب عشان بس ايه خلينا في بس دي خطيره جدا. انا عارف ان هو يعني هي فكره النقل وفكره الخطوط. لا ده مش النقل، ده السعر تسعير. ليه عمل كده؟ انا بتكلم كمان على فكره كسوق. ما هو ده سوق. يعني كسوق انا عارف ان دي مشكله، ولكن خلينا نقول ان زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هي رئيس القبرصي والقمه والاتفاقات الكثيره كان من 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 دي من ده المنتدى. لا ده المنتدى. ده المنتدى. كان من ضمن من ضمن الـ 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 الاحداث اللي تمت ومن ضمن الكلام اللي تم في المنتدى الاتفاق على احياء
مره ثانيه وتصدير الغاز العربي؟ لا اللي حصل اصلا ان لما راح الملك عبد الله لزياره امريكا وكان موجود عشان يعيد هو اللي راح هو اللي عملها وكمان كان في المراكب بتاعه البترول اللي جايه من ايران للبنان دي عامله مشكله فاذا بتعمل خط مضاد. الملك عبد الله عرض الفكره على الرئيس بايدن، الرئيس بايدن بس وافق. السفاره اللي وصل القرار للسفاره اللبنانيه، السفاره اللبنانيه في لبنان، السفاره الامريكيه في لبنان هي اللي بلغت الرئيس اللبناني ان في مساعدات جايه عن طريق مصر في للغاز، هيمشي مصر اردن سوريا ويطلع للبنان، هو ده كان اساسه. فطبعا الرئيس السيسي رحب ومشى والموضوع تم، عشان كده حصل مؤتمر في 8 سبتمبر بين الاربع وزراء الاردن وسوريا ولبنان ومصر. وكان لهم اتفاق اربع بنود رئيسيه وجزء من اعاده احياء لبنان مره اخرى، يعني خلينا نقول يعني ما هي لبنان مش واخده مش هتاخد كامل الطاقه، ولكن كجزء، ما انا قلت جزء من عمليه الاحياء الخاص هي بتاخد بلبنان. المتفق عليه من 2009 اللي هو بتاخد كانت بتاخد 30 مليون متر مكعب في اليوم، يعني بتديها حوالي 450 ميجا وات ساعه. فطبعا ده هي اصلا لبنان مش عشان ما انتوش المصطلحات ميجا وات، هو الدكتور سامح حول الطاقه المستخدمه دي في الكهرباء صح كده، الغاز بيدخل على محطات الكهرباء صح كانتاج للطاقه في والمليون بي تي يو اي دي يعني قانونا يديني 294 كيلو وات، بس المحطات اللي بتستخدم في المناطق دي الكفاءه بتاعتها 42% فبيديني حوالي 126 كيلو. طيب خلينا نقول ان الجزء من المشروع ده اللي كانت بتقوم عليه اكبر الشركات المصريه يعني داخل مصر. والاردنيه كمان داخل مصر. خلينا في كان في شراكه كمان داخل هذا المشروع في اول ما اتعمل من سنه 2000 خلينا نقول ان العمل البايبس داخل مصر بالظبط كده. خلينا نقول ان ده من جمله التحديات اللي هتمر بها الدول العربيه كافه، ومحتاج تنسيق عالي لاحيائه مره اخرى وبالشكل اللي يصيغ المرحله بشكل يخدم كل الاطراف. هو حضرتك الموضوع دلوقتي المحور بتاعه داخل سوريا، لأن سوريا من بعد الحرب حصل 6 تفجيرات داخل الخطوط في سوريا لعدم التأمين، فهو ده اللي معطل الخط. احنا عند الخط بتاعنا حصل من بعد 2011 شغال، حصل فيه 16 تفجير بس الحمد لله شغال. انما سوريا لمجرد ان سوريا تظبط الخط بتاعها الخط ده هيشتغل بنسبه كفاءه 100% لانه اصلا خلاص يعني هو كامل اصلا. هو الخط يعني البايب حصل فيها عطل بيتصلح العطل بيرجع الخط زي ما هو ما فيهوش مشكله. وبعدين لو حصل لبنان كانت عايزه تاخد ضعف الكميه، ما فيش مشكله انها تاخد ضعف الكميه، بس هي مش مجهزه وسائل النقل اللي هتنقل بيها الغاز من المحطه بتاعتها في طرابلس لمحطات الكهرباء الثانيه. طيب مثل هذه المشروعات ما تمثله للدول العربية دكتور سامح، خلينا نقول ان مثل هذه المشروعات ما تمثله للدول العربية في التوقيت الحالي. في التوقيت الحالي اولا انت بترفع الحالة الاقتصادية داخل بالذات داخل لبنان وداخل سوريا، ادي حاجة. بالنسبة للاردن بتكسب خط المرور، لان سوريا بتكسب خط المرور وهتاخد غاز مننا. يبقى اذا سوريا بتاخد عبور للبنان وبتاخد الغاز تستخدمه، يعني دلوقتي حاليا ما عندهاش غاز فتقدر تشغل محطات الكهرباء وتقدر تشغل كل ما هو يشتغل بالغاز داخل سوريا. الاردن بتكسب حق المرور اللي داخل الخط من داخل الارض بتاعتها. ثانيا في خط كهرباء هيتعمل من الاردن هيغذي بيه سوريا ولبنان. هيحتاج غاز للاردن، فاذا انت الكلام ده كله طالع منين؟ طالع من مصر. انت عندك فائض 7.5 ايوه هي دي النقطة اللي أنا عايز أوصل لها. عندنا يعني أنا عندي فائض 7.5 واكتشافات مليار كتير أدم مكعب بالظبط تمام. فده هيبقى منفذ بالنسبة لك إنك أنت بتمشي الفائض اللي عندك تمام. اللي بيعمل كنترول على ده كله المنتدى اللي اتعمل. المنتدى اللي اتعمل ده كانت عين ثاقبة لقدام، خطة واضحة إن هو عنده غاز وهيعدي في بلاد، يبقى اذا لازم يبقى في اتفاقيه مسبقه عشان ما يحصل مرور، يبقى في قرارات متاخده قبل كده. ثانيا الغاز بتاعنا او الغاز عموما بيعادل البترول دلوقتي، البترول بيتنقل في براميل وسائل وبيتحرك، فعشان يتحرك الغاز لدول اوروبا وانا ما عنديش خط غاز يوصل لاوروبا دلوقتي فلازم يكون عندي اساله،
فانا عندي صحيح. اكبر محطتين في الشرق الاوسط لاساله الغاز وبتتنقل بالمراكب. فاذا انت كسرت الحاجز انك انت عشان ما تعتمدش على البايبس والمناطق تبقى محدده معاك، انت بتعمل اساله وبتطلعها لبره. حتى الدول اللي عندها بس تكلفه غاز، بس تكلفه دكتور سامي، التكلفه بتبقى زياده 20-30%. وبعدين انت عندك السعر ثابت ليه؟ لانك انت بتسعر المليون بتيو. لا، سعر التسويق ثابت لان ده لي سوق يعني ده خلاص متفق عليه ويس. ولكن فكره التكلفه هي اللي بتزود من البايبس للاساله. لا ما حضرتك انت لما بتعدي في بايبس الدول بتاخد فلوس. طب وانت لما بتعمل اساله وبتحط في مركب فلوس، فالاثنين متقاربين. الاثنين ما فهمش فرق كبير، ولكن السعر هنا بيبقى سعر دولي ثابت والسعر هنا دولي ثابت، والسعر بيعتمد على بتقسم قيمه سعر البترول، برميل البترول تقسمه على 5.8 يطلع سعر المليون بيتيو، لان البرميل البترول بيكافئ 5.8 مليون بيتيو. فانا بقسم سعر برميل البترول على 5.8 يديني سعر المليون بيتيو، هو ده الستاندر الموجود في السوق. رفع البترول سعر الغاز رفع، نزل زي دلوقتي في امريكا او بسبب المشاكل اللي حصل هناك. المليون بيتيو النورمال بتشتغل من 10 ل 12 دولار، اليابان كانت بتاخدها في 17، في الزنقات بتوصل 15-17، دلوقتي وصل حوالي 28 دولار المليون بيتيو، فهي دلوقتي سعر عالي جدا. بالظبط. فهي بس انا بمشي دلوقتي سعر ثابت تبع العالم اللي هو سعر البترول، ما برجعش بقى للبي جي، ولا برجع للمجموعه البريطانيه، ولا برجع للمجموعه بتاعه الهنري، ادي اتنين، ولا برجع لاوروبا، لان اوروبا كانت بتاخد السعر ما بين الهنري، ما بين المجموعه الامريكيه بيجي، وما بين السعر الدولي. كانت بتاخد الوسط بينهم. انما دلوقتي اصبح معاك سعر ثابت، فاذا في اي حته هتاخد سعر غاز سائل غاز معاك. خلاص يعني خلينا نتكلم ان العالم يعني خلينا نتكلم في اوروبا والدول المختلفه اصبحت خلاص يعني بتعتمد على الغاز كليا، غاز في كل الصناعات يعني. هو احنا طبعا الصناعات. عشان عندك غاز لازم تطلعه لازم يطلع عندك يا بايب. احنا البايبس كانت مقفوله، يبقى لازم يطلع ايه؟ سائل. عملت المحطتين عشان يبقى ما عندكش مشكله انك انت تطلع غاز. احنا في مصر التحدي ده ماشيين فيه بخطوات ثابته وسريعه يعني. احنا عندنا ناحيتين كده كده، هو البايبس شغاله عندنا من ناحيتنا، هيشتغل انما السريع اللي عندنا لا شغاله، ما عنديش عقبات فيها يعني. في الاردن مفيش الاردن لحد الاردن انا شغال. الاردن بتاخد مننا حوالي 7 مليون متر مكعب يوميا. بس للغاز عشان الفائض اللي كان عندي انا عملت محطات الاساله والحمد لله شغاله كويس دلوقتي. طيب البند ده في مصر يعني خلينا نقول ان ده برضو تحدي بتنشيط الدوله المصريه اللي هي تحويل المجتمع المصري ان هو يعتمد على الطاقه النظيفه، الطاقه الشمسيه والكهرباء والغاز، يصبح اسلوب حياه. هو الغاز بيطلع عدم، بس نسبه العدم اقل بكتير من ان انا استخدم الفحم او استخدم اي حاجه من وسائل البترول. تمام. ثانيا انا عندي فائض لازم استغله. صحيح. وبعدين انا لما بستغل فائض الغاز انا بوفر بترول. يعني انا هجيب لك مثال للعربيه. العربيه اللي بتستخدم 10 لتر لو استخدمت الغاز بتوفر 10 دولار في مصر. هديك مثال ثاني. احنا عندنا لا يقل عن 3 مليون توك توك. التوك توك الواحد في اليوم بيستغل حوالي 7 لتر بنزين. في السنه لو التوك توك ده تحول لغاز هيوفر لي في السنة 7.7 مليار لتر بنزين، يعني 7.7 مليار دولار. ادي مثال. انت لما تحول معظم العربيات والسيارات، يعني السيارات اكبر كمان يعني. ما انت حضرتك لما تحول معظم السيارات كل لتر بتوفره، كل لتر عربية ما بتاخدوش بتوفر للدولة فلوس. دولار. هي طبعا المشكلة القائمة دلوقتي ان العربيات اللي تشغل بالسولار لسه هي الجزئية اللي بتحول انه يشغل بسولار او غاز هي بتتجرب في امريكا واشتغلت كويس في امريكا، بس لسه ما دخلتش عندنا في مصر ولا في بعض يعني. الاستخدام او الانتشار بتاعها قليل شويه، ولكن هي مستخدم. انما لما تدخل مصر هتلاقي، لانك انت دلوقتي الضغط على محطات الغاز من العربيات الميكروباص والعربيات التاكسي، لما حضرتك اي محطه فيها غاز شوف طوابير واقفه، لان كله تقريبا حول غاز، معظمهم حول غاز. هو ده الاتجاه يعني. خلينا نقول ان الاتجاه الدوله في الفتره القادمه سواء كانت العربيات الملاك اللي هتبقى هايبريد او تكون غاز او تكون كهرباء، التلات حاجات هي هتساعد. هيدروجين يعني قدامنا اقصى حاجه 10 سنين بعد كده لا غاز هيستخدم ولا بترول هيستخدم، هيستخدموا في استخراج الهيدروجين. هيستخدموا في استخراج، لان العربيات هتبقى هيدروجين، الطاقه بتاعتنا كلها في كل حاجه هتبقى هيدروجين. لان عادي من الهيدروجين ميه مقطره نشربها.
انما عادم اي حاجه تانية سواء بقى غاز او بترول فهو دخان مضر بالبيئه. بيطلع عوادم, ودي دي الحاجه اللي الهيدروجين متوفر ببيئه, بتوفر في البيئه اكتر. ما هو عايز اقول لحضرتك ان المؤتمر الاعلامي لما اتعمل الاول ما اتعملش عشان استغلال الطاقه النظيفه, لان خلاص بدا يعني عشان ان احنا نبتعد عن البترول, لكن هو في البيئه يعني في اتكلموا في نسبه التلوث الاول, وبعد كده اتكلمنا في عمليه الاستغلال الامثل بقى. كله دلوقتي شغال على تطوير صحيح الطاقه النظيفه, سواء بقى في الرياح, في الطاقه الشمسيه, الطاقه من الميه, حاجات كتير ان جدا ان شاء الله. يعني هي قدامها 4-5 سنين وهنشوف ثوره غير طبيعيه في الطاقه ان شاء الله. ما هو تحدي من ضمن التحديات اللي هتمر بها الدوله الفتره القادمه, واعتقد ان احنا مشينا شوط وقطعنا شوط كبير جدا في هذا الموضوع. هو عشان صحيح. عشان المجتمع يتبني لازم يكون فيه طاقه وفيه ميه, فلو استخدمت الهيدروجين بيدي لك الطاقه وبيديك ميه في نفس الوقت. صحيح, والميه مقطره كويس. استاذ دكتور سامح نعمان, استاذ الطاقه الجديده والمتجدده, بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده, شرفتنا ونورتنا. خلينا نخرج لفاصل قصير, بعد الفاصل نستقبل فقره الثانية اللي هتتكلم عن الشائعات ووجودها داخل المجتمعات وتأثيرها على المجتمعات في فقرتنا الثانية. بجد التحية لحضراتكم مرة ثانية في بنصبح عليه. جزء من الطموح العالمي هو القضاء على الشائعات. الدول بتطمح, الدول المتقدمة بتطمح ان هي تقضي على الشائعات وتأثيرها السلبي طبعا على المجتمعات المختلفة, وفي آليات ونظم مختلفة للقضاء على هذا الأمر أو تقييمه وتحييده من خلال آليات بتتبعها الدول, سواء كانت متقدمة أو نامية, أو اللي بيحب أن هو يقيم أو يقيد الشائعات. خلينا نتكلم عن هذا الأمر مع الكاتبة الصحفية نايت حمزة. في البداية برحب بك, صباح الفل. صباح الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. طيب خلينا نقول ان يعني مش بس مصر أو مش بس الدول كده, ولكن خلينا نقول ان الدول المتقدمة جدا بتعاني من الشائعات. يعني اصبح يعني خلينا نقول ان في دول معينه عامله جيوش للرد على الشائعات, يعني موظفه ناس وعاملين متخصصين ان هو يرد على الشائعات في توقيت صغير جدا عشان يتلافى الاصابات اللي بتنجم والسلبيات اللي بتنجم عن الاشاعات. كاشاعات وتاثيرها على المجتمعات يا استاذه, الحقيقه الشائعات دي يعني حاجه فتاكه. صحيح. وفعلا زي ما قلت حضرتك في اوروبا في جهات منوطه ان هي ترد على الشائعات, حتى في برامج التلفزيون, في التلفزيون الفرنسي في كده برنامج, وبرضه احنا هنا عندنا واحد مثله في مصر يجيب لك الصوره بالخبر ويقول لك الخبر ده صح, لا الخبر ده الشائع. فالشائعات الحقيقه هو سلاح فتاك, وفي عصرنا الحديث ده بأكتر بينتشر أكتر عشان في التلفزيون عالم رقمي والعالم الرقمي والإنترنت والكده. فأي خبر بيتحط, زمان كنا بننشر الشائعات من بق لبق, أنا أقول لك وده يقول له وده يقول له, في بقى عبال والتناقل يعني من بق لبق عبال ما تنتشر, يعني يدوب تغطي حي ولا تغطي, لا ده دلوقتي بقت الشائعات عابرة للقارات وبتنتشر بسرعة فظيعة. وكمان اللي خطرها كمان على الشباب, ان الشباب اول ما بيصحى من النوم يروح مفتح قبل ما يمكن ما يغسل وشه, بيفتح يشوف ايه اللي حصل ايه اللي في الانترنت, ايه اللي كده الدردشة مع اصحابهم. فده طبعا الاشاعات بتبقى فيها كذا نوعية, هي كلها بتشترك في حاجة انها هدامة, وكلها بتشترك ان هي بتاخد حقيقة صغيرة وتبني عليها. في شائعات سياسيه, في شائعات اجتماعيه, وفي شائعات شخصيه واقتصاديه. صحيح. وكلهم طبعا لهم ايه, يعني مثلا الشائعات السياسيه زي ما كان مثلا اسرائيل بتقول الجيش الذي لا يهزم, فدي كانت شائعه سياسيه علشان تخوف المصريين, والحمد لله ان احنا قدرنا بالتخطيط نواجه وانتصرنا في 73. دي شائعه عشان تكسر الروح المعنويه. عايز اقول لحضرتك على حاجه, لما بنيجي نتكلم في حجم الإشاعات فهي كبيرة جداً. ولكن العامل الرئيسي والأساسي اللي بيتحكم في تداول الشائعة هو عامل الوعي. أيوة. خلينا نقول إن الوعي هو أهم سلاح بتعمل عليه الدول في تقييد وتحجيم الشائعات, لأن هو أنا لو عندي وعي
يعني بيبقى عندي عقليه انتقاديه بتوزن الامور هل ده صحيح ولا لا، وابتدي ادور على اكتر من مصدر عشان ادقق. لازم يكون في وحي، لكن اللي بينشر الشائعه بي 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 بيعتمد على الازمات او بيحب يخلق ازمات. يعني مثلا مؤخرا حكايه لقوا السياحه مثلا في مصر مزدهره، راحوا جت اشاعه الحوت اللي هو ظهر في الساحل الشمالي وحطوا لك صوره في السوشيال ميديا. انا بصيت على الصوره دي عشان انا يعني عندي وعي وست كبيره، عرفت ان الصوره دي صوره مهزوق يعني محطوطه مزروعه. اول حاجه جايب لك الحوت والعيال عماله تضرب عليه، هو فيه وهي سمكه تونه. فكان في ناس جايين يقضوا اجازات ولا سياحه، يقول لك لا خلاص احنا مش هنروح الساحل الشمالي، ليه؟ عشان في حيوت ولا حوت ولا حاجه. ما دي اشاعه. احنا لازم بقى يكون عندنا وعي ونبص ونواجه على طول. برضو انا بتكلم على الحاجات المؤخره، انا لسه راجع جم برضو قال لا. وكمان يعني حضرتك ذكرت مثلا وان كان بسيط وان كان ان هو تدقيقه سهل كمان، يعني أيوة. انا اتاكد ان هو ده خبر فيك او صحيح. أيوة ده سهل جدا، ولكن خلينا نقول ان حتى الاشاعات الصغيره بيبقى ليها صدى. يعني احنا خلينا نتكلم مثلا على يعني لو اتكلمنا على السوشيال ميديا، الفيسبوك لوحده عندنا اكتر من 35 مليون متابع. يعني أيوة. وكل مستخدم وكل جي مثلا جم برضو هنتكلم عشان لسه راجع من الساحل الشمالي، جم قالوا ده في شواطئ معينه هيهدوا اسوارها ويعملوها. بصيت لقيت دي شائعه اطلقها اصلا مصر. تفتح بقى تاني يوم الجورنال تلاقي كل الناس عاوزه تبيع فيلاها، فايه هم يبيعوا، يقوم السمسره ياخدوا الفيلا دي ينزلوا السعر وينزلوا السعر ويكسبوا فيها ويروحوا يشتروا لهم في حته تانية. دي اشاعه عملوها السمسرة إشاعة اقتصادية. طيب. برضو زي اللي يقولك مش عارفة ايه ده سلعة معينة هتغلى، تلاقي الناس كلها تجري تشتري السلعة وتخزنها وتعمل فيها أزمة، وكل ده حاجات اقتصادية وبلبلة. لكن لو احنا عندنا وعي، وبعدين لازم كمان يكون في جهاز يتصدى للإشاعات دي وبسرعة. طيب يعني هنقول ان الاجهزه المنوطه يعني بقينا يعني كان زمان الاشاعات لما كانت بتطلع يعني كانت في بعض العقلاء بيطلعوا يردوا ناس من القوى الناعمه اللي موجوده في مصر، ناس من اللي فاهمه او المتخصصين في المجال كانت بتطلع ترد، كان بيبقى الرد شخصي فقط، ولكن المؤسسات اشتغلت على نفسها فترات كبيره واصبح ان اي شائعه بتطلع دلوقتي بتلاقي ان الويب سايت الخاص بالمؤسسه المنوطه بهذا الامر بتطلع وبترد في نفس التوقيت. لان انا المشكله كلها بتتلخص في ان لو قعدت وقت طويل الشائعه رسخت. ايوه مفروض لكن لو رديت في نفس الوقت فهو ده اللي بيديني الافضليه ان انا اعالج المشكله واعالج الشائعه بالظبط. تقول لهم مش كل حاجه نشوفها على الفيسبوك او على السوشيال ميديا نصدقها. لازم نشغل مخنا، لازم يكون عندنا وعي، ولازم كمان احنا نكون حريصين على بلدنا. يعني احنا ما نرددش اي اشاعة. يعني احنا مش بغبغانات. حد بيقول اشاعة نرددها، لا، احنا لازم الكلمة قبل ما تطلع مننا نوزنها، عشان دي بيكون لها اثر سلبي على ناس تانيين كتير، ناس مش في نفس مستوانا الثقافي، ناس مش في نفس السن، ناس ما عندهمش وعي، ناس يعني بسطاء. لا، لازم احنا نكون حريصين، ولازم الدولة تعمل جهاز قوي ويتتبع. دلوقتي بقى سهل. يعني في حاجات كتير قوي في بيتتبعوها. احنا خدنا خطوات كبيرة جدا في متابعة والبحث عن المواقع المشبوهة، قفلنا مواقع كتيرة من اللي بتصدر الشائعات. الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم في اكثر من مؤتمر عن كمية وحجم المواقع اللي بتتداول اخبار مغلوطه. دائما بنسمع الوزراء بيتكلموا على حجم المعلومات اللي تم تدقيقها وتصحيحها. اصبحت دلوقتي المؤسسات المصريه بكافه بمختلف اتجاهاتها وقطاعاتها دلوقتي اصبح ليها اكثر من ويب سايت ليها على المواقع المختلفه للسوشيال ميديا، بحيث ان هي يبقى عندها تدقيق وتوثيق لكل ما يحصل او ما يحدث على ارض الواقع. وازاي ان انا اعالج التلفيات اللي بتصدرها الشائعات طبعا من خلال هنا الهدف الاساسي والرئيس اللي حضرتك كلمت عليه ان هي اساسها يعني الهدف الاساسي منها هو الهدم، ان انا اوقف حاجه او يبقى ليا اتجاه خبيث في هذا الامر، فانا بصدر الشائعه في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، وبتعتمد قلنا في البدايه على شكل معين ونمط معين، هي يبقى في عندها جزء صغير من الحقيقه اللي بتبني عليه بدايه الشائعه. وكمان ساعات مثلا
اتفضلي. حد بيقول كلمه كبيره وفيها حتت كتيره وفيها حته سلبيه، ياخدوا الحته السلبيه يقطعوا الكلام ويسيبوا الايجابيات. كمان احنا لازم نركز على الايجابيات، مش نيجي على السلبيات وننشرها ونعمل منها اشاعه زي ولا تقربوا الصلاه. لا، لازم الايه تكمل، لازم الايه تكمل. وبرضه في الاشاعات بيبقى كده، بياخد ساعه حته ويقول لك ده مش عارفه المسؤول الفلاني قال كذا. المسؤول الفلاني قال كذا، بس في ايه اللي اتقال قبليه وايه اللي اتقال بعديه؟ طيب خلينا نقول ان اكتر الفئات المستهدفه في هذا الامر هي فئه الشباب، وخلينا نقول ان مصر ذاخره والحمد لله، وانا اتمنى ان ده يفضل على طول، ان مصر ذاخره بالشباب. خلينا نقول ان احنا مجتمعنا حوالي يعني 60% او اكتر من 60% منه شباب. أيوة. 40% للعمر المؤثر اللي هو 15 ل 35 سنه. يعني رقم كبير جدا، ومورد من الموارد المهمه اللي بتبحث عليه الدول المتقدمه، المورد البشري. هم عليهم عبء الصراحه، عليهم عبء التدقيق. أيوة. ولان هم اكتر المستخدمين للسوشيال ميديا ونقل الاخبار. وخلينا نقول فكره التوعيه للشباب، النصيحه التوعية للشباب ضروريه جدا جدا جدا. ده هي مش بس للشباب، ده التوعيه للطفل. ده المفروض، انا عايز اقول لحضرتك المؤسسات المختلفه التعليميه هي الام والمدرسه والنادي والحاجات دي عليها دور كبير جدا جدا في التوعيه. ان الوعي ده بيجي من الصغر، تبتدي اما يعني الولد يعرف ما ياخدش حاجه قضيه مسلمه، شغل مخك، انتقد، اوزن الامور، اختار، اتعلم تفكر. انت لو علمت ابنك من هو صغير ازاي يفكر، عمره ما هيكون ضحيه لشائعات، ان هيوزنها في مخه. الانتماء والحاجات دي بتيجي من الاستغلال الامثل للطاقات الشبابيه والدفاع عن الامر. يعني انا شفت صفحات كتيره شبابيه مثلا في كلام كتير مغلوط طلع عن المشروعات القوميه العملاقه اللي بتقوم فيها مصر، اللي بتقوم بها مصر في الفترات الحاليه، ومشروعات نفذ منها وطلع، ولكن حتى الان بيصدر عنها اشاعات. عجبني قوي شباب كتير توجهوا للمشروعات دي وبداوا يصوروا واصبحوا هم العامل الايجابي والمغير. هو يعني ده اللي لازم يكون. هو ده اللي لازم. فانا اعتقد ان ده الدور الايجابي المفروض يقوم بالشباب. يعني احنا شايفين في الفتره الاخرانيه دي ايجابيات كتيره جدا. في سلبيات، وحتى السلبيات بنحاول يعني نغيرها. جينا في الريف عاملين حياة كريمة. جينا في الطرق عملنا طرق، جينا في المساكن العشوائيات عملنا مساكن جديدة، قضينا على العشوائيات، يعني كل الحاجات دي. طب ليه ما بنركزش على 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 الناحية المضيئة؟ ليه بناخد نقطة ضبابية ونعمل منها أشعة؟ ليه؟ هي دي ده السؤال. وخلينا نقول ان المؤسسات الاعلاميه المختلفه عليها دور كبير في الفتره الحاليه للتوعيه. يعني خلينا نقول احنا بنناقش الموضوع النهارده مثلا في البرنامج على فكره توعيه الشباب وتوعيه مستخدمي الانترنت، لان اصبح سهل جدا زي ما هو ليه ايجابيات كتيره جدا الانترنت له سلبيات. لا، واحنا يعني هو الانترنت ايام ما اتعمل عشان تبحث وتشوف، وما اتعملش عشان تشاتنج. لكن احنا سيبنا الناحيه الايجابيه اللي هو عشان تبحث وتشوف المراجع وتجيب المعلومه وتزود المعلومه وتتصل بالعالم الخارجي والعالم الخارجي اتصل بيك. لا، احنا يعني اختصرناه فإن احنا ندردش مع بعض ونقول نقط مع بعض وننقل وده ده جزء من التواصل. ولا مش هو ده جزء ده جزء من التواصل. بس مش هو ده، مش هو ده الموضوع. مش على ده نحط الهدف الكبير وبعد كده نهتم بالصغائر والحاجات الهبشه. لا، انا عايز اقول كمان ان يعني خلينا الفتره الحاليه احنا بقالنا سنتين ونص العالم كله بيعاني من كورونا والتقييد اللي حصل للحركه في الشوارع والمؤسسات المختلفه سواء كانت تعليميه او الى اخره. فخلينا نقول ان الرقمنه والانترنت والحاجات دي سهلت كتير على الناس حريه التداول وحريه التعامل والدراسه. انا عمري ما شفت شائعات قد ما اللي شفتها على كورونا. اول حاجه مصر حلينا مساله كورونا يعني بعقلانيه وبطريقه ممتازه، يعني انا فخوره ان مصر. لكن كنت اسمع شائعات المستشفيات كلها مليانه، ده ما فيش حته، ده ما فيش عارفه ايه، شائعات فظيعه تخليك تخاف. بص شوف الارقام.
لا و... يقول لك لا 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 لا, 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 لا الارقام دي كاذبه ازاي دي ارهاب الكلام نفسه اللي هو المعلومات الغير دقيقه اللي بتصدر مش من جهات طبيه مسؤوله عن ايه الحاجات اللي تنفعني وايه الحاجات اللي تضرني. بقينا بنشوف روشتات ادويه مكتوبه متداوله على الانترنت وكانت وزاره الصحه تطلع تنفي يا جماعه الحاجات دي مضره ما ينفعش تتاخد ومش اي حد ياخد الدواء ده. في ناس وده سبب ازمه, يعني خلينا نقول في الاول سبب ازمه ان ناس كتيره سحبت ادويه من الصيدليات ناس في ثانيه كانت في احتياج ليها سحبتها, وده شفناه بره كمان يعني ما شفناهوش في مصر بس. احنا في مصر متقدمة. حلينا حكايه كورونا كويس جدا وقفلنا في الوقت المناسب وفتحنا في الوقت المناسب ودخلنا الولاد, يعني ملش قاعد يقول لك المدارس هتقفل عشان الكورونا مش هتفتح ابدا. ليه الاحباط؟ صحيح المدارس فتحت والولاد بيروحوا المدارس والجامعات فتحت والولاد بيروحوا. لا وانا عندي خط لما بوصل ليه يعني والناس احنا عندنا خط لما بنوصل ليه بيتم التعامل معاه بشكل ايجابي. يعني لما بيحصل مثلا ان خلاص ما عادش ينفع دراسه ما عادش خلاص بيتم التوقف وبتم الدراسة عن طريق الـ والله قدرناها أونلاين بأحسن ما يكون وقدرنا المدارس. هو ده أنا بتكلم عليه, يعني أنا مش بس عشان الشائعات يعني احنا اتكلمنا عن الشائعات واستخدام الإنترنت, فأنا بقول إن في جانب مضيء آخر احنا اكتشفناه في ظل أزمة كورونا إن احنا ما حسيناش بالجاب الكبير إن فكرة التوقف على المؤسسات التعليمية مثلا من خلال الإنترنت. يعني مش الإنترنت والسوشيال ميديا والحاجات دي مش كلها حاجات سلبية, ولكن في حاجات إيجابية مضيئة المفروض إن احنا نتكلم عليها. يعني مثلا نقعد أقعد مثلا في النادي مع ناس يتكلموا يخلوا لك تحس ان الدنيا دي سودة, لكن بعد كده تبص لا الامور مش كده. طب انتوا ليه بتسودوها؟ ليه بتنشروا الاشاعات؟ ليه بتاخدوا الـ يعني اقل عدد وفيات حصل في وفيات مش مفيش في لكن اديرت العمليه بمنتهى الروعه, وكان كل يوم في التلفزيون الارقام التلفزيون المصري وفي كل حاجه. يعني احنا ما فيش حد طلب دواء ما لقاهوش, ما رحناش نجيب كمامات ما لقيناهاش, ما رحناش نجيب احنا كنا بنصدر العالم يعني كل حاجه كانت متوفره واحنا بقى بدل ما نحمد ربنا كنا بنطلق الاشاعات. ما هي دي المشكله, انها احنا قلنا في الاول وفي الاخر هتتلخص ازمه الاشاعات في الوعي, مش في مصر بس في العالم ككل. فكره الوعي وفكره الايه ان انا عندي تراكم سلبي في عقليتي, فانا بكون بيئه خصبه لان انا استقبل الشائعه واكون واحد من مروجيها. يعني احنا بنشوف ناس لمجرد بس ان هو يتابع الكلام, ممكن في ناس بتقرا العنوان بس تصدره, لا طب ايه اللي تحت العنوان, ايه تفاصيله, هي دي الحاجات اللي اتمنى انها تندثر داخل المجتمع المصري. ان شاء الله شرفتينا ونورتينا النهارده وصباح الخير عليك. انا بشكرك وان شاء الله يكون يوم جميل ما فيهوش اي شائعات. بشكر حضرتك, شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده, وبشكر الساده المشاهدين لمتابعتهم لحلقه اليوم من صباح عليك. بكره نشوفكم فريق اعمال جديد, تحياتي واتحاد فريق العمل والى اللقاء.